هذا البرنامج برعاية جمعية قمم الشبابية. نبيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير يا نبيل، إيش بك؟ إيش اللي صار معك؟ والله أنا اللي صار لي يخلي الواحد يطلع من طوره. هدي يا ابن الحلال وقول لي إيش صاير معك. كنت منتظر واحد يخرج من موقف ووقف مكانه. طيب، وجاء أخونا في الله مسرع ووقف بدالي مع أنه شافني منتظر. طب أنزل تكلم معاه، تفاهم معاه. ما لحقت والله يا أخي، وقف السيارة ونزل مشي بسرعة. بعدين يا الموقف هذا يتكرر علي كثير، وفي كل مرة ماني عارف إيش أسوي. برأيكم إيش هي القيمة الأخلاقية اللي استخلصتوها من هذا الموقف؟ وإيش التصرف الصحيح؟ شاركونا بتعليقاتكم عبر منصة إكس على هاشتاج ساعدوا نبيل، ورح نعلن اسم الفائز في اليوم التالي في برنامج السهرة أحلى. الجوائز مقدمة من جمعية قمم الشبابية. نبيل بخلق نبيل. خليك نبيل بالتأني، والتأني هو أنك تسرع ببطء. الرفق نعمة والتأني سعادة، وعادة اللي يتأنى في أمر رح يلاقي النجاح. إياك تتعجل الأمور قبل أوانها أو تتثبط لما يكون في إمكانك تسوي حاجة. تأنى في أمرك وافهم عني، فما في شيء يعدل التأني. في الكل شيء في الحياة توقيته، ونهاية المستعجلين تفويته. فعلى صاحب النبل أنه يتأنى، فالسهم إذا انطلق لا يعود، والعجول مخطئ ولو امتلك، والمتأني مصيب وإن هلك، والعجلة هي أم الإخفاق، ومن أسرع كثر عثاره، ومن تأنى نال ما تمنى. وقد يدرك المتأني بعض حاجته، لكن المستعجل مآل الزلل، والخطأ زاد العجول. أما بالتأني تسهل المطالب. الجودة والسرعة قليل ما يجتمعون، واللي يركب العجل أدرك الزلل. وزي ما يقولون، السلاحف أكثر خبرة بالطرق من الأرانب، والرجل العجول تلاقيه يدور على الباب رغم أنه عدى من جنبه، لكن للأسف ما شافه. عادة اللي يتقدمون باندفاع كبير يتراجعون بسرعة أكبر. نبيل بخلق نبيل، عن مبدأ لا ما يميل، الدين هذا بكلمته وصاغ معدنه الأصيل. نبيل نبيل بخلق نبيل، للذوق في مشي دليل، موزون بالصبر الجميل، لهلا وأرضى ينتمي، ما هزت قال وقيل. نبيل نبيل بخلق نبيل. هذا البرنامج برعاية جمعية قمم الشبابية.